أحبائي، السلام عليكم. اش اخباركم اليوم؟ بغيت نتقاسم معكم واحد الفكره بالنسبه للامهات اللي عندهم وليداتهم تقاربين بيناتهم عام ولا عامين، وليدات صغار، وكتكون الام في هذا الحجر الصحي هذا، كتقول لك انا تغلبت اولا كتحس براسها معصبه لانها تغلبات معاهم، وكتقول لك بان الزوج ديالي ما تيعرفش بخيمه الوليدات ولا ما تيعاونيش بزاف، الشيء اللي كيخلق شجار ما بيناتهم. خليني نقول لك بان الزوج الا ما كيلعبش معاهم دابا وما عندوش معاهم واحد الصداقه، تسنى غير واحد شويه، لانه في 5 سنين 6 سنين كاين بزاف ديال الطرق وديال الافكار بان الاب يمكن له يبدا كيبقى عاد كتبدا واحد لاميتي ديال ما بين الاب والابناء ديالو. مي ملي تيكونوا صغار بزاف بعض الاباء ما تتكونش عندهم هاد لانستا ماتيرنيل بحال اللي عندك انت، دونك الا ساعدك في مسائل اخرى، كيمشي يتسخر لك ولا تيجيب له شي حاجه ولا تيحاول يساعدك على قد جهده، خلي هاد الحجر الصحي يمر بسلام، وانتي غتطلبيه على الاقل يقبضهم لك واحد شويه في انجوم، وانتي تدخلي بوحدك لا شون ديالك ودير معايا هاد ليكزيرسيس. انا متاكده انك غادي يعجبك، ونبغيكم تقاسموا معايا التجربه اللي درتيها. كتدخل البيت ديالك وتتقول بحال دابا دوزتي نهار متعب، وكتحسي براسك عندك افكار سلبيه كتجي، وحنا دائما عندنا واحد اللاوعي في الذهن ديالنا اللي كيجعلنا اننا كنفكروا بطريقه سلبيه. اذا غادي نحاولوا اننا نديروا هاد ليكزيرسيس هذا اللي هو ناجح بزاف، وهي انه الام كتحاول انها تدخل البيت ديالها في واحد المكان اللي هي هادئ، كتشوف كتقبض واحد لافي ورقه وكتكتبي الجمل باش كتحاولي تشوفي شنو هو لو بيلون ديالك ديال لا جورني، كيفاش دوزتي اليوم ديالك. مثلا غادي تكتب بحال دابا اليوم كنت معصبه مع الابن ديالي وما تعاملش معاه مزيان، غدا غادي نتسامح انا وياه وغادي نكون احسن. دوك كتقبض الفكره اللي هي ايجابيه، كتهرس الفكره اللي هي سلبيه، كتنزلها وكتعاود غدا غادي نكون احسن وغنتعامل مزيان مع الابن ديالي. عندي تخوف انني نكون ماشي محبوبه في الاسره ديالي. باغ اكزومبل انا عندي قيمتي وعندي الاهميه ديالي في البيت ديالي وكنحب وليداتي بزاف وانا ام ناجحه. كتهرس الفكره اللي سلبيه، انا ام ناجحه وكنبغي وليداتي وغادي نبغي لهم الخير ان شاء الله. كتزيد فكره واحده اخرى، مثلا الولد ديالي ما غاديش يقرا اليوم، ما بغاش يدير لي دوفوار ديالو وما غاديش يتعلم وما غينجحش هذا العام. ابدا، ولدي غادي ينجح ان شاء الله اليوم في هذا الحجر الصحي اللي هو متعوب لانه كيمر من هذه المرحله هذه، مي ان شاء الله غادي يقرا لان ولدي ان شاء الله غادي ينجح.